مرحبا حبايبي أصحاب برج الحوت، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الحوت العامة. التوقعات راح تكون الطاقة العامة، شنو أهم الأحداث اللي ممكن تصير بيها، الطاقة على الصعيد أيضا العملي، الصحي، العاطفي، العائلي، التحديات اللي راح تواجهها، نقاط الضعف، نقاط القوة. القراءة العاطفية راح تكون مقسمة للمنفصلين المطلقين وأيضا للعزاب وللمرتبطين. فخلونا نبلش القراءة. قبل ما نبلش القراءة، إذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. كل التوفيق لكم وإن شاء الله القراءة تعجبكم. أشوف إنه عندك تقدم، عندك أمور هواية راح تتحسن، ولكن شوي وجود بعض المشاكل يعني على الصعيد العاطفي، أشوف حتى على الصعيد الأسري، بس الأمور تتحسن كلها بصورة عامة إن شاء الله. قلت لكم على الصعيد العملي الأمور تمشي من بعد توقف صار لفترة، ممكن صار لها 4 أشهر هاي الأمور متوقفة. أشوف الأمور راح تمشي، راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد، ووضعك المالي راح يتحسن. عندك تحقيق أمنية بصورة عامة بهاي السنة، عندك تجدد، عندك طاقة استشفاء من أزمات هواية مريت بها بالماضي. بالفترة الحالية قاعد أشوفك منطلق، دا تحاول تجدد حياتك، تجدد أمورك، حتى تغير مكان عملك. عندك انتقال، ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر بفكرة انتقال يعني بباله. أشوف الانتقال راح يصير، والانتقال راح يكون من صالحك، وراح تستقر بالمكان اللي راح تنتقل إليه. على الصعيد الصحي أشوف عندك إهمال كبير يخص الصحة، أمورك الصحية شوية صار لك فترة، احتمال صار لكم البعض منكم صار لسنة يعاني من مشاكل صحية، ولكن ما قاعد يحل هذا الأمر، ما قاعد يهتم بيه، ما قاعد يدارك أخطار الموقف، قاعد يهمل صحته. لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة، لأنه أشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة، أو حتى كنت تعاني منها. أشوف مشكلة صار لها سنة عندك، أنت ما قاعد تشوف لها حل، راح تتفاقم. خاصة بعض النساء أشوف موضوع إنجاب متأخر عليك، ممكن يكون بسبب موضوع تابعة أو موضوع عمل كان عندك بالسابق، شخص من العائلة، شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا الشيء مأخر الإنجاب عندك، فلازم تشتغلين على التحصين. وإذا عندك تابعة أو حتى عمل لازم تتخلصين منه دائما. أفكار مثل ما أوصيكم دائما، أفكار تحصين، الحسد، السحر، حاولوا تحصنون نفسكم. على الصعيد العائلي أشوف أكو مشاكل عائلية أنت قاعد تمر بيها، عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية، عندك تعصب، يعني عندك نوع من الهجومية صاير، ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخص المتزوجين. أشوف أكو مشاكل بيناتكم هواية، ممكن البعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف بيه، أو طبعا الطرف الثالث اللي مو شرط يكون علاقة، إذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك أو من عائلة الشريك اللي أنت تتعامل وياه، دائما يدخل بحياتكم ويحاول يخربها أو هو سبب المشاكل اللي موجودة. فأشوف إنه هذا الطرف الثالث مسبب لكم مشاكل هواية. على الصعيد العائلي أشوف عندك نوع من النزعة الغضب شوية، عندك تفكير سلبي هواية، مشاكل ممكن خفيفة يعني ما مو مشكلة كبيرة بينك وبين العائلة، خلافات تصير ولكن الأمور تنحل. بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون إنه أكو علاقة ثلاثية عند شريكهم، أشوف إنه أنت أحلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني أنت عندك أمنية، أو مثل يعني تحاول إنه تطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك، وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال أول 3 أشهر من السنة من بيناتكم، وراح يرجع الاستقرار إذا كنتوا يعني أنتوا منفصلين أو حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث بيناتكم. فأشوف إنه هذا الشخص أو خلال أول 3 أشهر أو صار 3 أشهر هو طالع من العلاقة، والعلاقة بينكم أشوف بيها راح يرجع استقرار من بعد مشاكل، من بعد تعب، التوازن راح يرجع للعلاقة والبيت راح يستقر. هاي بالنسبة للمتزوجين يعني هاي كمشاكل عائلية. أما بالنسبة للمرتبطين مثل ما قلت لكم، أشوف البعض من عندكم سيناريو طرف ثالث المرتبطين، ممكن أكو شخص من أهل الشريك أو حتى من أهلك أنت معارض العلاقة بيناتكم، دائما بيناتكم صد ورد. قاعد أشوف أكو يعني طاقتكم صايرة خاصة إذا تشن تتعامل ويا شخص من برج القوس، فدا أشوف هواية صارت مشاكل بيناتكم بالفترة السابقة. هذا الشخص عليه هواية ضغوطات، عليه هواية هجوم، أكو هواية ناس قاعد تحاول إنه أكو مشاكل عائلية عند هذا الشخص إذا كان برج ناري، برج القوس بالأخص، أو برج الأسد.
أو برج الحمل، بس برج القوس طالع يمي واضح. هذا شخص أشوف عنده مشاكل عائلية هواية، إذا ما كنت أنت صاحب هاي المشاكل وهو منشغل بيها بالفترة الحالية. أكو موضوع الزواج بيناتكم قاعد أشوفه دائما قاعد تصير بيه تأجيل، دائما يصير بيه خلافات، دائما يصير مشاكل، ولكن الزواج موجود من بعد تأخير وتأجيلات. محتاجة كل اللي أنت محتاجه إنه أنت تصبر على هذا الشخص، وتحاول إنه مثل ما قلت توقف بجانب لا تضغط عليه، لأنه أشوف عنده طاقة هجوم قوية صايرة، طاقة عصبية. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين وأكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباط، أو حتى الشخص اللي يتعاملون وياه عنده مشاكل عائلية. هاي العلاقات الثابتة المرتبطين صار لهم فترة طويلة وأمورهم تمام. فأصبر على هذا الشخص، وبالأخير راح تنسعدون. أشوف من أنا لحد نهاية السنة إن شاء الله أكو لكم زواج، أكو لكم بيت واستقرار، راح يكون من بعد مشاكل هواية مريتوا بيها بالسابق، من بعد مخالفات ومعارضات هواية من الأهل. بالنسبة للناس اللي منفصلين أو حتى العلاقات المتزعزعة، راح أسوي لكم إياها خاصة بعد العلاقات المرتبطين الثابتة والعلاقات المتزعزعة، العلاقات الغير حقيقية. البعض من عندكم أشوف من المنفصلين، طبعا أشوف عندكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف ثالث. الطرف الثالث اللي بيناتكم وأشوفه شخص متسلط، متلاعب، عنده مكر، عنده حيلة، أو حتى الشريك. ممكن تكون اكتشفت هنا طاقة مادة هوائية هذا الشريك. أشوف إنه هذا الشريك عنده تلاعب، عنده مكر خداع. ممكن تكون كشفت طرف ثالث عنه، وممكن يكون جرحك بالكلام أو فرض عليك شروط مستحيلة حتى يستمر وياك بالعلاقة. أنت بالفترة الحالية غير متوازن، العطاء بينكم غير متكافئ بالعلاقة. هذا الشخص عنده نوع من الأنانية، يفكر بنفسه بس، عندك مخاوف. أنت هذا تشمل العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة أيضا. أشوف عندك مخاوف إنه أنت تبدي علاقة جديدة أو حتى تخلي شخص جديد يدخل بحياتك بهاي الفترة. ما عندك ثقة، انت غير مستعد انه تفتح قلبك بهاي الفترة الجديدة، انت غير قادر على انه تدخل بعلاقة جديدة بالفترة الحالية. انت ممكن تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الازمة اللي صارت بيك بالسابق، او العلاقة الفاشلة اللي مريت بيها، وكان بيها خيانة وبيها انفصال مؤلم صار. يعني اكو انفصال يكون حضاري، واكو انفصال يكون مؤلم، اللي هو يكون بيه خيانة، بيه كذب، بيه خداع، بيه شخص يطعنك بظهرك، ممكن يطعنك بالكلام حتى. لانه اشوف هذا الشخص يعني مو من النوع اللي يهتم المشاعر الناس، يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة، وايضا كلامه جارح، كلامه مو حقيقي، وافكاره حتى افكاره تكون افكار حدية، انه هو يفكر بنفسه اناني، وما يريد الخير لأحد، هو يريد الخير بس لنفسه، ما يهتم لمشاعرك، ما يهتم للأشياء اللي أنت تهتم بها، أو حتى الأشياء اللي أنت تريدها. فالمنفصلين والعزاب أشوف إنه هذا الشخص متعبكم هواية، اللي كان بالماضي موجود. ممكن البعض منكم صار له 3 أشهر منفصل أو من شهر الثالث، وبالفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك، بس راح يقول كلام كذب. فأنت أقطع من هسه، أقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه، وخليك منفتح، افتح قلبك للعلاقات الجديدة، الناس الجديدين اللي يحاولون انه يدخلون بحياتك بهاي الفترة. ان شاء الله اشوفهم راح يكونون مصالحك، خاصة اذا كانت الطاقة مائية. فانت قلت لك عندك نوع من، يعني اشوف المنفصلين انه عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة العناد، الهجوم، المخاوف. انت مريت بهواية ازمات، هواية انجرحت من الشخص اللي كنت منفصل عنه بالماضي. هذا الشخص تعبك هواية. انت بالفترة الحالية ما خلي حاجز بينك وبين الناس، بينك وبين العلاقات، بينك وبين العاطفة. خاصة هسه راح احكي على الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة، والمطلقين يعني بالاخص. فاشوف عندك طاقة الدفاع، الحماية، يعني تريد تحمي نفسك، تحاول تحمي مشاعرك، تحمي نفسك من الناس اللي يدخلون بحياتك ويجرحوك. عندك مخاوف وقلق. بالنسبة للرجوع للناس المطلقين، أشوف من بعد فترة كانت الأمور بيناتكم معلقة، من بعد فترة كنت غير قادر على اتخاذ القرار. ممكن أنت أو الشريك كان محتار بين قرارين، كنتوا واصلين المفترق طرق، الأمور بيناتكم معلقة. أكو شخص منكم ممكن يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة، راح شاف طريقة حسب ما أنت كنت تفكر، ولكن العودة موجودة من بعد فترة. قلت لك المراوحة المكان وما كان قادر يتخذ قرار، والأمر بينكم معلق صار لفترة طويلة. قاعد أشوف أنتم منفصلين جديد، الرجوع بيناتكم موجود،
وحقكم راح يرجع من هذا الشخص، هذا الشخص حقكم راح يرجع من عنده، الرجوع بينكم موجود، خاصة الناس اللي بيناتكم طفل، راح يكون الطفل عذر، هذا الشخص أشوف شوية عنده كبرياء، فما راح يرجع لك بصورة مباشرة ويقول لك أنا أريد أرجع، إذا كان بيناتكم طفل فراح يرجع عن طريق هذا الطفل، أو بعذر إنه هذا الطفل محتاجك، خلي الطفل اللي بيناتنا يتربى بين اثنين، لأنه شوف عنده نوع من الكبرياء، الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا، اكو تجدد للحب، العلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر، الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوفه طالع من العلاقة، فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود اذا كنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الميزان برج الجوزاء. طبعا هاي القراءة ما تشمل القراءة اللي قلتها بالبداية، ممكن تنطبق منها البعض منكم، بس هاي خاصة للمطلقين فقط اللي ناويين يردون رجوع، فالرجوع موجود، التجدد بالحب موجود، اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح بيناتكم، وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك، وبطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع، ما راح يجيك يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر، لا راح يدخل لك بصورة غير مباشرة، انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامل، انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك، انت تخليت وقررت انه تبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص، ولكن هذا الشخص اشوفه راجع، والكارما راح تكون وياك، وحقك راح تاخذه من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول، من بعد متاعب مريت بيها وياه، من بعد خيانة ممكن تكون حتى مريت بيها، اشوفه نادم وراح يرجع وراح يحاول انه يصالحك، يصير عنده نوع من النضج العاطفي بينك وبين البعض منكم، اشوف التواصل بيناتكم جدا جدا عالي، يعني اكو تواصل روحاني كان بينكم عالي أكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام، فهذا الشخص راجع إن شاء الله، والله يهدي سركم ويصلح الحال. بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهك، إنه أنت راح تمر بأزمات بهاي السنة يا برج الحوت، ولكن كل اللي أطلبه من عندك إنه أنت تكون قوي، تكون قادر على الغفران، قادر على مسامحة الأشخاص اللي أدوك بحياتك حتى تعدي الأزمات، ممكن تكون أنت مار بأزمة أساسا وهاي الأزمة بعدها لحد من الماضي قاعد تفكر بها، التحدي اللي قدامك إنه أنت تخلي حد للماضي وتترك الماضي ورا ظهرك، تباوع على الفرص اللي موجودة قدامك، البعض منكم من قد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مر بيها بالفقدان بخيبة الأمل، شوفوا إنه ما قاعد يشوف الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدامه بالفترة الحالية، اكو فرص هواية عندك انت منطيها ظهرك ومطلع بس على الماضي، ابدأ حياتك من جديد، التحدي اللي قدامك انه انت ما تخلي شيء يوقفك بهاي السنة كلها، سواء كان ازمة من الماضي او حتى ازمة راح تتجدد، ممكن سيناريو اللي قلته بخصوص بعض الناس اللي علاقتهم متزعزعة يكون بعده مصاير وفراح يصير، فانت لازم انه تكون قوي، هذا التحدي اللي قدامك، لانه اساسا نقاط ضعفك انه انت ما تقدر تسيطر على مشاعرك، انت غير قادر على انه انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة، فنقاط ضعفك انه انت تتحكم بمشاعرك، تكون صلب، تكون قوي، تاخذ طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا، الورقة طلعت لك مقلوبة ما طلعت عدلة، فانت نقاط ضعفك انه انت فاقد قوتك، فاقد عزمك، فاقد الارادة، الازمة هاي اللي مريت بيها او حتى راح تمر بيها راح تأثر عليك هواية وحتسبب لك نقطة ضعف، انه انت دائما تطلع تباوع للماضي ما تباوع للأمام، شنو الأشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك، تفائل وفكر بإيجابية، كون قوي وانت قادر على انه تتخطى أي أزمة ممكن تمر بحياتك، طبعا ده حسب ما أتذكر برج الحوت انتوا أساسا بشهر 12 كانت أموركم أيضا متعبة، واني كان الفيديو قلت لكم هذا الوقت سيمضي، هذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والامور راح تتحسن. بالنسبه لنقاط قوتك اشوف انه انت عندك هوايه فرص، لانه قلت لك هي نقاط الضعف، نقاط القوه، التحديات، انا يعني قاعد اشوف الاوراق اساسا انه هي الاوراق مرتبطه ببعضها يعني كقراءه واحده، يعني هسه اذا نريد نقرا الاوراق ثلاثتهم هيك اخليهم واقراهم هي قراءه موحده، انت نقاط القوه اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجوده، انه انت قاعد تباوع الماضي ومنتظرك ظهرك الفرص الجديده، نقاط القوة انه انت اولا انت عندك طموحات، عندك احلام هواية، عندك ممكن تكون حتى اقول عندك تواصل عالي ويا الناس، الناس تحبك، عندك هواية فرص جديدة تجيك، وراح تجيك فرص، راح تكون اكو فرص هواية امامك، نقاط القوة اللي عندك انه انت تعرف تختار، تباوع للامام، تنطي ظهرك،
للماضي، الفرص اللي موجودة عندك هنا اللي انت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مريت بيها بالماضي. ممكن يكون البعض من عندكم مر بثلاث خسارات واحدة ورا الثانية، وهذا الشيء يعني خلاه ينهد، خلى حيله ينهد، خلى أموره يعني، أو أنت حتى ممكن بحياتك مر بثلاث خسارات وهي السبب إنه استمرت وياك لحد الآن، أنت ما قاعد تقدر تتخطى هاي الأزمات اللي مريت بيها، أو حتى فشل ممكن بعلاقات أو بعمل، ثلاث أعمال أنت دخلت بيها وفشلت. فأشوف إنه الفرص الجديدة موجودة، أنت القوة لازم تكون عندك، لازم تقضي على هاي الورقة اللي اجتك مقلوبة، لازم تصير عدلة وتصير قوي، تروض الناس، تروض هذه المرأة، تروض الأسد قاعدة. فأنت قوي، لازم تستعيد قوتك وتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها، واترك الماضي ورا ظهرك، وحاول انه تفكر بإيجابية، وحاول انه تفكر باكر شنو اللي راح يصير. انت راح تتخذ هاي الخطوة أساسا، يعني هاي الطاقة أشوفها مال الحزن والخسارة بس أول 3 أشهر من السنة، وبعدها راح تعدي، راح تبدي تنطلق شوي شوي إن شاء الله. فكل التوفيق لكم برج الحوت، إن شاء الله التوقعات الإيجابية كلها تتحقق، وأريدكم أقوى، أريدكم تستعيدون قوتكم، تستعيدون صحتكم حتى، لأنه صحتكم هم أنا أشوف بيها مشاكل وما قاعد عندكم.